عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة والإيمان، ويرفع علينا هاد الوباء وبكل ما كتمنوا إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غنحضر معكم زوج ديال الوصفات حضرتهم نهار العيد، غزالين بزاف وسهلين. الأولى كيكة المعتمدة عندي اللي فوق ما حصلت ولا كان خاصني نوجد شي حاجة دغيا كنحضرها وأنا متأكدة باللي غتصدق لي. والوصفة الثانية صلاح للعراضات، حيت كيجي المذاق هائل البنات، دجاج معمر ومحمر، ما كرهتكمش صراحة جربوهم كاملين حيت ساهلين والمذاق يا سلام. نبداو على بركة الله. بالنسبة للكيكة فمكوناتها موجودين في كل بيت، وكتجي هشيشة ومفشفشة ومنفوخة. كنحتاجو 3 ديال البيضات، كأس إلا ربع زيت، وكأس مملوء سنيدة، طبعا العبارات كاملين بكأس العنبة، وياوغت، وتقدروا تعوضوه بعصير برتقالة إلى التوفرات، زوج خمارات ديال الحلوة، وفانيل التنسيم، وتقدروا تنسموا بقشور الحامض أو البرتقال، قبصة ملح وملعقة ديال الكاكاو باش نزين الكيكة ديالي من الوسط، والدقيق طبعا حسب الخليط. كنطربوا البيض مع سنيدة مزيان حتى كيتضاعف الخليط، وهذا هو السر باش كتطلع كيكة مزيان ومنفوخة ومفشفشة من الوسط. كنضيفوا باقي المكونات ونعاودوا نطربوا. كنضيف الدقيق على مراحل والخمارات حتى هما حتى كنحصل على قوام ما تقيلش بزاف. وكناخذ شويه كنخلطوا مع الكاكاو، تقدروا ديروا اي نوع من الكاكاو سواء الحلو او المر. كندهنوا المول ديالنا على حسب المتوفر واللي موالفين كطيبوا فيه كيكة ديالكم، كندهنوا بالزبدة وكنرشوا بالدقيق. كنوضعوا نصف الكمية ديال الخليط في المول، كنضيفوا في الوسط الخليط ديال الكاكاو، وكنعاودوا نضيفوا الطبقه الثانيه من الخليط، وكنبقاو نغطيو الكاكاو باش ما يبانش على السطح ديال الكيكه ويبقى في الوسط فقط. كندخلوها الفرن بارد وكنشعلو عليها على نار مهيله بزاف حتى كدوز 30 او 40 دقيقه. كنفتحو عليها، الا كان باقي خاصها تحمر كنزلوها للاسفل وكنخليوها حتى كتبرد، وكنزينوها على حسب الرغبه. انا درت العسل ومن الفوق درت الكاوكاو مهرمش، وهذا هو شكلها النهائي. ومن الداخل كيف كتشوفوا داك الشكل اللي كيعطينا الكاكاو. نتمنى تجربوها وتعجبكم. هذه الطبيله المتواضعه ديالنا لفطور العيد. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. بالنسبة للغدا عملت دجاج معمر وحمرته في الفران، نخليكم مع الطريقة والمقادير. أولا من بعد ما كنغسلوا الدجاجة ديالنا بالملح والحامض أو الخل،
كنخليوها كتستقطر مزيان، وكنوجدوا ليها لا مارينات ديالها اللي بسيطه وسهله. كنحتاجوا في التوابل سكنجبير وخرقوم، توابل السمك، بودره الثوم، القليل من السودانيه الحاره او الهريسه بحسب الذوق، ونصف علبه ديال ياغورت مسوس، وملعقه صغيره ديال لاموطارت او الخردل، ملعقه صغيره ديال صلصه الصوجا، وملعقه كبيره ديال الزيت. كنخلطوا كل شيء في اناء وكندهنوا الدجاجه مزيان في كل اماكن الداخل وجهه العنق وتحت الجلده. فإلا كنا غنطيبوها للغدا كنشرملوها بالليل، وإلا بغيناها للعشاء كنشرملوها في الصباح. هكذا كتشرب هذوك التوابل وكتحيد منها الزهورة ديال الدجاج. هاد العملية أنا درتها بالليل، ومن بعد الفطور صايبت العمارة باش غنعمر الدجاجة ديالي اللي كتجي بنينة بزاف. في مقلات كندير القليل من الزيت وبصلة متوسطة مفرومة، فص ثوم مفروم، القليل من الحامض مصير مقطع قطع صغيرة، وصدر دجاج مع القيوشات ديال الدجاجة. بالنسبة للتوابل فعملت القليل من الفلفل الأسود، نصف ملعقة حميرة، قليل جدا من الكمون، ملعقة صغيرة توابل سمك، القليل من الثوم بودرة. وخف الأول ضفنا الثوم، ولكن نسمة ديال البودرة ديال الثوم كتجي رائعة وكتعطي مذاق أحسن. الهريسة أو السودانية مطحونة حسب الذوق، خرقوم باش يعطي لون للعمارة، إلا ما بغيتوش ممكن تستغنوا عليه. كنضيفوا ملعقة صغيرة صلصة الصوجة والقليل من القزبر والمعدنوس، طبعا كنديروا المعدنوس أكثر من القزبر، وكنضيفوا ملعقة عصير الحامض باش كتكون عندنا شوية ديال الحموضة في الوصفة ديالنا. كنخليو المكونات كيتشحروا مزيان، وكناخذ شعريه الارز او الشعريه الصينيه اللي توفر عندكم، وكنديروها في ماء مغلي مده 5 دقائق، وكنصفيوها وكنقطعوها وكنضيفوها للمكونات الاخرى. كنحركو مزيان حتى كتشرب التوابل، وكنطفيو عليها. وكنضيفوا زيتون مقطع. من بعد ما كتبرد كنضيفوا القليل من الجبل الاحمر، وكنخليوها حتى كتبرد تماما. فهاد الاثناء كنوجد سلطه المرافقه، شويه الفلفله باش ندير التكتوكه، والخضر اللي سلقتها وصفيتها في القليل من الزيت والحامض والمعدنوس، وبودرة ديال الثوم، والقليل من الملح والكمون. من بعد ما كتبرد الحشوة كنعمروا الدجاجة ديالنا، كنعمروها مزيان وكنخيطوها باش ما كتخرش الحشوة. كنغلفوها بورق الطبخ، وكنديروا من الفوق بابي الومنيوم باش يسخنها مزيان، وكطيب بسرعه وما كتقصحش لينا في الفران. وكندخلوها الفرن ساخن، وكنخليوها تطيب على نار مهيله بزاف. وملي كنقلبوها وكنلقاوها طابت، كنشوفوا لاصوص ديالها الا كانت كثيره، كنديروها في كسرونه على البوطه حتى كتعقد، وكنعاودوا نخويوها فوق من الدجاجه. ملي كنبغيو ننزلوها للاسفل باش تتحمر كندهنوها بالقليل من الزبده والموطارد وصلصه الصوجة. كنت بغيت نشد الوقت في شحال كطيب، ولكن تلهيت مع غيت وما شديتش ليها الوقت. هكذا كتجي الدجاجه ديالنا في الاخير، ومذاقها يا سلام ما تشبعوش منها. رفقتها بالتكتوكة وسلطة الخضار. نتمنى تجربوا الوصفات اللي تشاركت معكم اليوم، لان الوصفة ما كنتشاركها مع اي واحد حتى كتكون ناجحة ولذيذة. كان هذا هو فيديو اليوم، الى عجبكم ديروا جيم وخليوا لي كومنتير،
واللي مازال ما تابوناش في القناة تشترك وما تنسوش تفعيل الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات. وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله. خليت لكم الراحة.